يا هلا وسهلا، هلا بيك. نورتونا والله. هلا يا هلا ومرحبا. نورتوا، صدق اني نورك لك. الله يبقيك. انت لا، شوف انا جايب شهيك عشان والله فقدتك الاسبوع الماضي يا ابو محمد. فقدتك والله من القعده ذي الاسبوع، حسيت اني ضيف. بغيت اقول لك الله يبقيك. يا هلا يا حبيبي. انت على ما يقولون الله لا يهينك، راعي مكان وراعي الدار. نورتونا والله. انت ما ترقعت معك يا ابو محمد؟ لا، اللي ما ترقعت معه الحبيب هذا. هذا اللي كل اسبوع انا طاهر ايش فيه، كل اسبوع بجيكم. انت متى بجاي الشرقيه؟ اقول له لا، ما بجاي الشرقيه، تعال. يلا الحاله شقيه. الحاله شقيه. تزيد. تدري وين المشكله؟ كان يومنا هناك ترى مكاننا الاول، وانت تقول بيسير، والحين جيت على اخر مكاننا ذا. زين انكم تلاحقتوا عليه. يلا زين لحقنا عليه، بس بننقل مكان ثاني ان شاء الله بيعجبكم. وين؟ سر. هذه خلها بنعطيك لوكيشن. بيعلمنا يعني. ابد، حياكم الله. تعال. الله يسعدك. الله يحييك. كيف الامور؟ الله يسلمك ويعافيك. كيف البست فريند هنا؟ الحمد لله حبيبي، الله يصدق. تمام. ناريو بس فريند صدق يعني؟ شوي شوي. لا لا، في العزف قصدي. ايوه لازم. لازم. ابو طاهر، نبدا كذا بشيء كذا يدفي الجو. عندنا حاجه خفيفه كذا مع الشباب. عاد الاصابع تصير مع البرد. اي طبعا. شورده هي صح. الاصابع بلا توزان. ديات ال أيوة الري. الله يا سيدي، بدري وتو الليل ما هود. يا سيدي بدري وتو الليل ما هود. تحرمنا من نور قنديلك وتوحشنا، تحرمنا من نور قنديلك وتوحشنا. يا سيدي تكرم مداين لاجل عينك فأكرمنا، يا سيدي تكرم مداين لاجل عينك فأكرمنا. يا سيدي يا سيدي بدري وتو الليل ما هود، يا فيصل بدري وتو الليل ما هود. تحرمنا من نور قنديلك وتوحشنا، تحرمنا رضا وزوار. والحق تبشره تكفى لا تخاصمنا، والحق تبشره تكفى لا تخاصمنا. يا سيدي تكرم مداي لاجل عينك فأكرمنا، يا سيدي تكرم مداي لاجل عينك فأكرمنا. سلامت الله. الله عليك يا محمد. الله عليك يا حبيبي. أحسنت. جيهان. هلا. اليوم ما شاء الله في فنانات كثير من الوطن العربي، يعني هم شوي المتقنين صراحة. نعم. اللي يتقنون اللهجة الخليجية. نعم. وكثير اللي يغنونها يعني، بس نعم. خلينا نتكلم عن المتقنين. المتقنين قاعدين يسوون ألبوم خليجي وألبوم بلهجتهم. نعم. إيه.
انت رايحة للسكة هذه ولا بس رايحة للخليجي ولا ايش؟ لا بصراحة انا اغني خليجي واغني مغربي ساعات، لان عندي جمهور ما شاء الله كبير في المغرب، فحاول ارضي الطرفين. لا انت فهمتيني، انا عارف ما شاء الله ما شاء الله انت قاعد تتقني طبعا المغربي خلاص يعني اكيد يعني لهجتك. اي نعم. بس لا اللهجه الخليجيه اوريدي انت متقنتها. اي نعم. فهل يعني تقدرين تقسمين السنه؟ يعني انا اشوف انك ردت لك انك تقدرين تنزلين البوم مغربي وبعدين البوم خليجي. اي 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 نعم. اي يصير وهذا اللي قاعد يصير ولا انت قاعد تسوينه؟ لا انا سويت اي سويت، يعني اسوي مثلا اغنيه خليجيه واغنيه مغربيه. سناقل. اي مش الالبوم للحين ما نتجت بصراحه، لان الالبوم وايد شويه مكلف، يعني مكلف يعني بالنسبه لي. بس التكلفه إيه؟ يعني وحتى لو مني يعني ست اغاني حلو. بس جهان انتوا ما شاء الله يعني المغاربه اسهل لكم انكم تغنون لهجاتنا وتجيدونها صح يعني. نعم نعم ما شاء الله عليكم، حتى مخارج الحروف عندكم تكون صح مره ممتازه. احنا شوي صح، احنا واجد صعب يعني، احنا نحبكم يعني، احنا نغني اعتقد محمد انت يوم تقول المغاربه قصدك المغرب العربي بشكل عام. نعم بشكل عام. المغرب تونس نعم، بعد تونس بعد يجدون اللهجه الخليجيه ما شاء الله مضبوطه يعني. بس اعكسيها عليه، انت تتقن اللهجه؟ لا تغني شيء؟ انت تعرف لهجتك؟ لا ما اعرف والله. طيب علمك لبناني مصري؟ حاولت يقول حاولت جربت يعني حاولت. لبناني مصري؟ لا ثقيلة عندنا يعني، ممكن لو بنغني لبناني شوي يعني أقرب لنا المصري. ممكن المصري احنا تعودنا. أيوة. نشوف الأفلام. أيوة. يعني لقطنا اللهجة من عندهم. حزاوي؟ طيب حزاوي نعطيك حزاوي. عيسى وسوا تمشي لمرة. اي والله الله يسعدك. عاد الحين محمد ما قصر، بدأ أيوة على خفيف. اي نسمع خليجي، نبي نسمعك الحين نشوف اللهجة ان شاء الله. خلاص ولاهي نار ولاهي ما ولاهي غيمة ونظمة لاهي نار ولاهي ما ولاهي غيمة ونظمة وين حكت غنى السنابل من رضا والسكوت انساني ران الغضب الحكت غنى السنابل من رضا والسكوت انساني ران الغضب يا رضاها وقف وناظر شوي شوف غلا كيف حيولة لقاه واللي قاه ما بقى بيدينا شي كيف ولا لقاه واللي قاه ما بقى بيدينا شي غير ما يحتريه بس عاية انت سحنا بضايا بيا ليعزم لنعزم يترك الكون يجي ما عرفت تلقى لهذا القلب حال الجوابك فبذل وارتحال رحيل العام فيني يا حبيبي
الله عليك. محمد جيهان ما سمعها ناصر صالح ابو صالح اتوقع التقيت مع ناصر احب الحانه ما لا صدق ما جلست معه لا ما عمري بصراحه بيسلطن عليها ابو صالح ايه على احب الحانه ما شاء الله يعني من الملحنين اي ما شاء الله ما اعرف بيقول ابو صالح الله شرقنا الزين شرقنا الحلو تشرف والله العظيم لا ابو صالح مبدع صراحه والله عادي شوف هي تزين ترى يكتب فيصل يلحن ناصر الصالح الله شعر موجود شعر موجود والمطربه موجوده حاضر محمد ما عليك بيوصلكم عنده يا الشرف بيوصلكم عنده انت نروح الحسا هنا ابو محمد اقرب ابو صالح ما لا لا مو في القرب اقصد نسير في الحسا وتتم الامور هناك يا ليت والله تصدق عاد على معرفتي ابو صالح الظاهر اغنيه واحده بس مع بعض ايه لا بس حساويه حساويه يعني ابو صالح وعادل الخميس الله شكرا الحين قاعدين نتكلم عن عمل وفيصل فتح خط حلو محمد طاهر جيهان ناس اللي تحبكم كثير محمد وينكم انتوا الاثنين انا قريب ان شاء الله انا مكسلت الفتره اللي طافت متردد واجد يعني يمكن عندي فوق 18 عمل منفذ ومركب صوت وخلاص ما شاء الله ليش بس انا متردد شوي ان في توقيت نزول الاغاني الان برجع انقه من جديد اشوف ايش فيهم وننزل الفتره الجايه ان شاء الله بتنزلها كالبوم عندي ولا عندي لا عندي سنجل. عملين اشتغلت لهم جدد والباقيين عاد بشوف كيف اجزهم بس ليش تردد دائما يعني ايش ناوي على 18 دي تكملها لل 20 لا ما ادري الساحه يبي لها شوي الفنان متردد في العمل لا بس والله العظيم انتم كلكم انتم فنانين وتعرفون 18 هذه على قد ما تسمعها تبدا شوي شوي تكرهها وتحس انك قدمت هذا اللي صار إيه؟ لا تحس انك قدمت حتى تكتب زي نعم 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 صح هذا اللي صار معي يعني ان شاء الله الفتره الجايه بنزل عندي عملين بنزل وانت جاهز موفق ان شاء الله والله نفس الشيء عندي ثلاث اعمال شكلي نسيتهم على قولة اخوي فيصل فمخليهم بعدين وان شاء الله في جديد عمل خليجي يعني حاطه مركزه وايد على الخليج بما اني عايشه في الخليج واحيي حفلات وعرس في الخليج فمركزه تركيزي كله على الخليج على الحين الاعمال الثلاثه خلاص نسيتيهم لا بفكر متى انزلهم انا قاعد افكر في الكتاب والملحنين مساكين منهم بدر الدوادي يا ويلك ترى بدر ما يرحم بدر الدوادي طبعا تحيه ليه الملحن فظيع بدر اي والله العظيم جمعني به عملين عمل مغربي لحن مغربي ترى اي طبعا ولحن لي اغنيه مالكش به فكانت من ما شاء الله الاعمال الناجحه اللي كانت عندي جيله تحيه كبيره ان شاء الله انتم الاثنين يا الكسورين خلاص مسميكم الكسورين ايوه والله بس نبي اغنيه كذا بينكم يلا نقول شيء ابو نوره إيه نعم. لا انا خلني اطلب والله إيه؟ لا ما يكفيني يلا عشان ما كفيتونا صراحه حاضر من عيوني نقدر نقولها من الريم اي نعم اي نعم دي لحظه بس خلي اعطي شي دوزه هنا دي عجبني الطلب يلا اي طلعتك هنا ما عاد لك روح علينا وجايات ترى حلات أهل الهوى بالوصال أنسى بقربك هم وجروح وهات وانغبت عني
كل شيء طرى لي لا ما يكفيني معك بعد الوقت خلي تغلي عنك لا صرت غالي وإن كان وقتك من ذهب بشري لحظات أسمع بها صوتك يرتاح يكفيني معك بعض الأوقات خلت تضلي عنك لا صرت غالي إن كان وقتك من ذهب بشري لحظات أسمع بها صوتك ويرتاح بالي لما يكفيني معك بعض الأوقات خلت تغلي عنك لا صرت غالي إن كان وقتك مذهب بشري لحظات أسمع بقى صوتك يرتاح بالي الله يا سلام تشرق انت روعتني لا لا والله انا شاغل بالي 18 يا اخي 18 عام تخيل لا في واحده بعد منك الظاهر كثير لا اسمع طيب انا بوفر عليك بقول لك خلها 17 خلينا نتفاهم على 17 طلع لي والله الحين انت يعني مأجل هذه واكيد انت قاعد تسمع الجديد وقاعد تشوف الفيوز وين رايحه وقاعد فانت ال 17 هذه اللي بقت تختار وش اللي بيجيب لك فيوز اكثر ولا بتختار الاقرب لقلبك ولا يعني عطني تخيل ال 17 هذول خليتهم والان قاعد انفذ ثنتين جدد غيرهم هذول اللي بنزلهم يعني بنوصل لل 30 اللي قلنا عليها لا لا خلاص يعني لا شره طيب هذه لو جاء احد قال لك سمعها منك واحده وقال ابيها ورضى الشاعر ورضى والله يسلم راسك انت منفذها في انت منفذها في واحده مسويها لمحمد بودلة قاعده لها 3 سنوات اخر شيء قلت لمحمد محمد انت غنها ونزلها كلام صالح الريان انت تنزل البوماتك في مكان ثاني يعني عندنا في العالم الاخر شيء لا والله شوف انا مشكلتي كنت متردد الفتره اللي طافت لا الان تغير الوضع ان شاء الله انا اشوف جهان انه فرصه تسمين ال17 هذا اللي موجود يعني 19 اثنين اخذ اثنين صح اعطينا 3 اللي عندك من عيوني يا اخوي والله العظيم طب اسمع انا اقول لك محمد خل شوي نرجع له سمعني شوي كذا عمل تحس انه بينزل والله على الاقل يعني نحرك شوي المياه الراكده نعطيه راينا صح وبنعطيك راينا نعم. نأجله ولا نعم.
الشباب شكلهم مذاكرين. لا والله ما يعرفون بس ماشيين على الحياة ما شاء الله عليه. عود 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 بس الشباب عشان نعطيه رأينا بس. طيب هذا كلام عبد العزيز العلي ألحان أحمد الخليدي. وانت كل السبايب في وفاة الشعور كيف نبقى سوية وكيف تبقى عشير وانت كل السبايب في وفاة الشعور ليش كل الخطية في حياتي تصير رغم اني بحبك ما لحقني قصور كيف نبقى سوية وكيف تبقى عشير وانت كل السبايب في وفاة الشعور ليش كل الخطية في حياتي تصير رغم اني بحبك ما لحقني قصور. الله 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 ضربة جهان جهان تصويتك ضربة خضر هذه وزعها أحمد أسدي نوجه له تحية طبعا حبيبي ضربة خضر تقول ضربة خضر لا يوقف خلاص أوريدي يعني شو اسمه يعني نزلت هذه والله عاد هذه كل أسبوع يسألني أحمد أسدي يقول لي ها متى هو اللي موزعها من الموزعين اللي هذه طبعا عندي لك شهر 17 هذه وزعها 17 شهر الجاي وش ذا بسوي اخاف تسموني 17 لا كل شهر كل شهر طبعا لاحظ شيء ترى انا حاس في شيء يعني انت قايل 18 صح ومن شوي وهو 17 شكل العمل اللي انت قلت معطيني واحد راح وش سحبته لا لا على فكره انا زلت عملي وخرته وضفنا عملين 19 زياده 19 نفذ اثنين جدد عملك راح اجل انت تسمع عاد سمعنا قهرني ترى انت سمعنا عليك فيه انا ودنا نسمع جهاد انا ودي اسمع من الثلاثه اللي عندها يلا نسمع جهاد يلا انا والله قلبي يلي ايش رايك فيها اي بس مو من عملي مين عمل اللي نبي نسمع شيء إيه؟ شيء يلا فيه. واحده من الثلاثه يلا قول لا ما من الثلاثه قلت قلبي يلي لا ايش في احد الثلاثه ايش معنى بس يلا اللي يشوف مصيبه غيره تهون عليه مصيبه اي والله ثلاثة خفيفة 19 أوه قلبي قلبي يلي حتى الليالي والحدود الردية
الله عليك. والله ما شاء الله تعظيم نوره واجد. هذا اللي تقول ما شاء الله هذا وهو تعبان. ما شاء الله تبارك الله. لأن ما شاء الله الجو بارد في الرياض. جدا. جوكم ما يمزح. جدا. ما يتغاشمر. يلا قرب قرب الشتاء يخلص. جهان الحين خلينا يعني على الأعمال اللي تتكلمون عنها قبل شوي. متى ممكن يتنفذ عمل كل شيء الفنان راضي عنه بس في آخر لحظة يقول لا خلاص ولا ينزل حتى، وممكن يقول الشاعر خلاص أنا متنازل ولا هو اللي ملحنه يقول خلاص أعطيها أي أحد، متى تكون هذه معك؟ صارت معي آخر أغنية مغربية، صارت معي سمعتها غير عقب ما توزعت، غير عقب ما غنيت، غير فما كنت راضي أني أنزلها، فدفعت فيها تعرف نخسر لأن التكليف الإنتاج يكلف، فاضطريت إني أنزلها. يعني خلاص نزلت. لأن جهزت ما اقتنعت فيها. ما قدرت ما قدرت اقتنعت فيها. كيف كان ردة فعل الجمهور؟ أوكي يعني. نجحت يعني. إيه الحمد لله يعني. أو النجاح نص ونص. إيه بصراحة إيه عشان أكون صادقة يعني. مثل هذه الأغاني لو وصلت أرقام محمد ممكن عادي تغير عندك الرضا ولا لا؟ أنا عندي خط في الفن هذه أشوفها مو مقنعة إذا مريت بالظروف نفسها اللي مرت فيها. إيه والله شوف إذا شخص مقتنع بعمل يحبه حتى لو ما وصل أرقام يكفي إنه هو راضي فيه. العكس أقصد يعني إيه؟ لو أنت مو مقتنع ووصل أرقام. واجد صارت مع فنانين واجد. يعني كان عايض يقول لي عن عمل كذا عنده ما أتوقع أبدا، كان رافض إنه يغني يعني مو متحمس إنه يغني. شهادات ما شاء الله وضرب عنده في هنا تغير تهدي عندك توفيق من الله. الله يسوق الخير دائما. صح سايق الخير يعني انت فهمتها. فهمت. انا صرت خبره معاه يعني بدي لمح للشباب اذا جون وش نغنيها هو ما يطلب دايركت حافظها زين يعني بس نغني مقطع منها يلا محمد خل العود ترات عليك هاي هدايا تليق يلا حاضر عاد ودنا نسمع بيتين شعر بس منك ونكمل على الصوت ذا على الصوت مع البرد ما عليك شر ما عليك شر
والله انا يا اخي في خاطري اغنيه غنيتها انا غنيتها وانا وياك قاعدين في الهايد بارك تتذكر؟ احسب هو يقول انا غنيتها. لا غنيناها في الهايد بارك. اوه غنيناها قبل العصر لما كان معنا طلال الغامدي وكان استكثرك. معنا خالد مريخي بعد ايه استكثرك صح. وقتي علي ودامي صح الله نقولها من الري ولا من الصالح؟ نقولها من الري اهدر. استكثرك وقتي علي وغدابك عادت زماني كل ما طاب هون ليت الذي وداك يا زين جابك تشوف عقبك كيف الأيام سوّن استكثرك وقتي علي وغدابك عادت زماني كل ما طاب هون ليت الذي وداك يا زين جابك تشوف عقبك كيف الأيام سوّن شرق مشيت وغرب وقتي مشابك والقلب ماله لايم فيك لون شرق مشيت وغرب وقتي مشابك والقلب ماله لايم فيك لون طويتني طي الورق في كتابك حتى معانيك الحشابك تطاون الله الله روقان خلوني على صابري خلوني على جامري خلوني على صابري خلوني على جامري معك صابر سنين منك يا عسل ذوعا منك يا عسل ذوعا خلوني على صبري خلوني على جامري خلوني على صبري خلوني على جامري معك صبر سنين قوت العاشقين نظرة منك مسكوب في سيني نظرة منك تكفيني يا مسكوب في سيني كلمة سف مين منك يا عسل دوعان منك يا عسل دوعان قوت العاشقين خلوني على
عليك. الله 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 عليك. الله يا سلام. الله عليك محمد. قبل شوي حكيت انت قلت حساوي ما حساوي، كنا نسولف عن الحسا. حسا عندنا ما شاء الله حسا الفن، الفن كله هناك ما شاء الله. هذا هو. ممكن يعني ممكن تيجي منظومة أغنية أنها تطلع باللهجات، تيجي تلقاها في الفلكلور تلقى اللحن مثلا، لكن أتكلم باللهجة ممكن وممكن تقبل؟ طبعا أكيد. شوف اللحن الأخير اللي سواه أبو صالح، مع أن أبو صالح ما عنده شيء أخير يعني ما شاء الله على طول، يعني أنت تقول أخير وهو يطلع لك بعدها إيه؟ بشيء ثاني. اللي سواه للفنانة المصرية اللي ما مل قلبك من زعلنا إلى الحين، فنانة مغربية، هي مغربية 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 أي يعني أعطاها ما مل قلبك من زعلنا إلى الحين. اللحن والهنك ترى حزاوي يعني تقريبا، والكلام برضو يعني. فأبو صالح شوف وظفه خلى مين تغني وخلاها تغني باللكنة نفسها. إذا أنت محمد تتكلم عن اللحن، لأن أنا صراحة بغيت بغيت أصدمك قبل شوي، بغيت أتعارض معك صراحة. فيش يعني اليوم الموسيقى أو الفن يعني ما صار حكر لحد يعني. أكيد لا أنا أتكلم يعني ممكن تأخذ. شفت عبد العزيز يوم يسير عليه، يوم يسير علينا قبل أسبوعين تقريبا ثلاثة، عرفت اللي بترجعين لو قلت ليش يعني خلاص بس إنها يعني تيجي. هي ممكن تنزل أغنية أقصد ولا ما تمشي؟ أي ممكن. شوف أكثر من غنوا بالله يعني حافظوا على لهجتهم شوي يعني. إحنا عندنا بعد والله حتى إحنا برضو تغنت عندنا أغاني باللهجتنا، بلهجتنا سواء نجدية أو حساوية. أنت بغيت تقول الكويتية صح؟ الكويتية أنا كنت بقول الكويتية. حسيت برضو عندهم يعني صاروا غنون مصطلحاتهم أكثر. وايد يقولونها باكر باكر أيوة فدوة تنلج فما شاء الله عليهم يعني محافظين على لهجتهم. ما ادري عاد اذا المغرب عندكم برضو لهجات نفس الشيء بالطريقه الدارجه المغربيه للحين مغربيه دارجه. اي محمد ود يعني على تركيبه صوتك انا ودي اسمع شيء عاد يعني تتكلم على الحسن وتتكلم على الشرقيه، ودي اسمع شيء الراشد الماجد منك. الله طبعا بس نغني الراشد نرجع ها شوي قديم. اوكي اوكي دام احنا بالرياض نغني شيء راشد مغني شيء. تبي اطلب طلبت يعني ترى في خاطري شيء يعني. خاف تورطني ما اعرف لف شرطان الله شرطان نقول الله سلام الصوت نقولها من الصوت هاي بتصير خلنا نغني. انحكى غصب عليهم يسكتون وانسكت اسكت مع كل الرياض يا جماعة يوم سلهم بالعيون قال يا رمشي نسا مرتقى لف شرطان الذهب فوق المتون لفها يوم التوت فوق البياض خاف غضات الصبايا يزعلون سيدات البيت ما فيها اعتراض لف شرطان الذهب فوق المتون لفها يوم التوت فوق البياض خاف غضات الصبايا يزعلون سيدات البيت ما فيها اعتراض لو هما
خلى المدامع يرحمون كان متنا يوم ضر العين نار يا صلى الله يا عيون انت بطعون تهلكون الحي بصحاح المراد لو هما خلى المدامع يرحمون كان متنا يوم ضر العين نار يا صلى الله هذا من أجمل أغاني أبو طلال. الله فنان جميل. نعم جيهان، ما ودك بعد تأخذيننا معك الحين للطرب على طول؟ شفتي إن شاء الله. شفت إيش قاعد أقول لكم؟ أنا فاهمة. تأخذيننا معك يعني يبغى يسمع خذوني معك. خلاص واحد زائد واحد سوي. شنو بتغنين؟ أحلى بكر وأحلى عبد الله. حبيبي الله يسلمك. الله أحلى فيصل أحلى محمد وأحلى جيهان ومحمد. أعطيكم ألف عافية. على راسك كلكم الله يعافيك. والله. حقت مين هي ابو محمد بالاساس؟ خذوني معاكم. حقت مين بالاساس يقول لك؟ وش خذوني معاكم انت يا روح؟ نوال كفارة طبعا. لا غنتها نوال. نوال بس هاي من اول لها ولا كانت من لو؟ لا نوال 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 نوال, نوال هاي من اول اغنيتها. اي قديمه. اوكي خذوني والديار روح على الزين معصولة شفية أنا في الهوى المجمول مدبوح ذبحني بلا ذنب وخطية خذوني معكم والديار روح على السهل معصولة شفية أنا في الهوى المجهول مذبوح ذبحني بلا ذنب خطية قبل شوي انت قاعده تتكلمين عن الانتاج وتكاليف الانتاج. نعم. ويا ويلي على على البلاوي اللي تجي مع الانتاج والمصاري يكلف. نعم يكلف. اوكي بس هالايام يعني انت تعرفين ومحمد يعرف ان في تكلفه بعد بسيطه جدا، ليش ما تتوجهون لها؟ يعني يا مثلا تخت خفيف، اغاني الشتاء اللي نازله يعني اللي او اللي نزلت هذه اللي سمعتوها كلها يعني كيبورد. نعم. لا يعني مو كيبورد بعد. يعني كوردات بيانو عود كمانجا كذا تلعب شيء خفيف. نعم شيء خفيف يعني ما يكلف. ما يكلف. اي نعم صح كلامك مقنع. يعني الثلاث اغاني هذه
المفروض انك تروحين الموضوع هذا ان شاء الله. والله اثنين موزعين خالصين. اوه اثنين خالصين. إيه بس ركب صوت اثنين قد صرفتي خلصتي. اي نعم. اي والله خلصتهم خلص. خليجية اعمال ولا اي اي خليجية اثنين. محمد انت موزع ذيك 19 انا للحين قهرتني ترى كلها منفذة وخالصة. اي والله مركب صوت نفسي. اي والله انا الحين قاعد انحاش. طيب بس اعطني هاون اسربها. اعطني هاون اسربها. دفع لك ان شاء الله. اسمع كنا ملك. والله كنا ملك. اي والله انا قاعد انحاش من الموزعين. وين الاغاني وين؟ صدق والله خلاص وين؟ موزعين حتى الملحنين يتصلوا. اي شعراء. نعم اي لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هالفتره خصوصا الكلام اللي قلتوه اذا هو متنفذ وكل شيء وهذا هو اللي معك سمعوا. اي نعم انه جاهز وكويس. هذا ليش خلال خليه حبيس صراحة إيه؟ حبيس الأدراج بعدين لجنة التحكيم أجازتك قبل شوي في عمل في عمل خلص خلص هذا شهادة اعتز فيها هذا أبو محمد. طيب ما شاء الله يعني إيش رأيكم كذا أنا وخلي نروق مع بصواتكم الحلوة. يلا نقوله تحفظينها نسمع دامنا سامرين بنسمع. والله خوش سمرة كنا دفى الجو. ايه مرول ضبطك بس تكفون يعني غنوا بإحساس لأن حنا طالعين من هالمخيم فنبغى نترك ذكريات. الله أشوفك الليل مع حبيبة تهنى وانا حبيب الروح صعب علي انا وخلي كل دار وطننا عيني وقلبي كل له هدي كلها